احنا يجب ان نتحرك في نفس هذا الاطار، نتحرك بخط موازي. واحد الافكار التي تطرح ان احنا ليه ما نعملش مبادره للحفاظ على البحر الابيض المتوسط، ندعو دول البحر الابيض المتوسط الى مؤتمر في هذا الاطار نفسه للحفاظ على البحر الابيض المتوسط. البحر الابيض المتوسط متاثر تاثيرا كبيرا جدا بالنفايات والبتاع، والحقيقه بيؤثر علينا. الاسكندريه بتيجي عليها، وبورسعيد بيجي عليها حاجات كثيره من الزيوت والبتاع التي بترمى في البحر. وبالتالي لو استطعنا ان احنا ناخد هذه المبادره خطوه الى الامام وندعو الى مؤتمر للدول البحر المتوسط للحفاظ. كان في زمان من اجل المتوسط، كان، ولكن ليس هناك خطوات يعني بعد هذا. فبالتالي مشاركه الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا المؤتمر بيدعو في حد ذاته، هو بيتكلم في خطبته ان احنا نهتم في ان يكون هناك اطر قانونيه، وان احنا اتخذنا فعلا قرارات بالأطر القانونية للحفاظ على البيئة وعلى البحار وما إليه. إذن إحنا في موقفنا إلى حد كبير سابق على الآخرين في هذا، طبعا سابق على دولة زي ليبيا، زي تونس، زي الجزائر، زي ما إليه، لأن معظم الدول دي لم تتحرك في هذا الإطار بالشكل اللي إحنا تحركنا فيه. ولكن قد يحتاج الأمر إلى مبادرة محددة بالنسبة للبحر المتوسط للحفاظ على المياه البحر المتوسط. طيب.